كمان ايضا الرئيس النهارده في كلامه الحقيقه تطرق الى جزئيه مهمه جدا، ودي المره الثانيه السيد الرئيس الحقيقه بيتكلم فيها، اتكلم فيها في نهايه شهر 10 من شهرين تقريبا وقت افتتاح مجمع النصر للغازات الوسيطه او شركه النصر للكيماويات الوسيطه، كان بيفتتح فيها مصنعين للغازات المساله. الرئيس وقتها الحقيقه كان بيتكلم على جزئيه مهمه وجددها النهارده في الفيوم، ان الفرصه متاحه والباب مفتوح أمام القطاع الخاص عشان يدخل شراكة مع الدولة في هذه الشاكلة من المشروعات، سواء كان مشروعات زي اللي شفناها كده البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، ولا النهاردة في الإنتاج الحيواني في الفيوم، من الناس تدخل رجال الأعمال يشاركوا، الباب مفتوح أمام الجميع، وإن شركات القوات المسلحة ستطرح في البورصة. تاني ستطرح في البورصة، ده تأكيد للمرة التانية في خلال شهرين. الرئيس أكد خلال الافتتاح اليوم في الفيوم أن الهدف من إقامة الدولة لهذه المشروعات هو الاستفادة، خلق التوازن، خلق المنفعة، وليس الاستحواذ الاقتصادي على الإطلاق. بأكد تاني كل المشروعات اللي احنا بنفتتحها دي احنا مستعدين، احنا مستعدين، والجهاز هنا مستعد ولا يا محمد؟ ها؟ مستعد ان احنا القطاع الخاص لو عايز يخش يشارك يتفضل يخش. المشروع خلص، المشروع ايه؟ خلص وبينتج وناجح، لو القطاع الخاص عايز يخش يتفضل، احنا مستعدين نعمل كده. واحنا كنا قلنا من في المره اللي فاتت ان احنا الشركات القوات المسلحه او شركات جهاز الخدمه هتنزل البورصه المصريه، ويبقى هنا اتحنا الفرصه مش بس للقطاع الخاص، لكل المواطنين.